دايما في ظروف صعبه، نادي الزمالك بيتخطى مباريات ممكن ما يكونش مرشح للفوز فيها. مش بس مباريات، ممكن تبقى مباريات ببطوله، ممكن تبقى بطوله، تلاقي نادي الزمالك ظروف صعبه، ازمات، المنافس يبقى اقوى على الورق، وتلاقي نادي الزمالك حقق الفوز. لو استشهدنا بمباريات نادي الزمالك حقق فيها الفوز بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي، هتلاقي نادي الزمالك لو نفتكر كده في السوبر الافريقي 2020، لو تفتكروا النسخه دي بعد ما نادي الزمالك توج بالكونفدراليه الافريقيه، وبرده كان مشوار نادي الزمالك صعب جدا في الكونفدراليه 2019، الناس كلها بعد اول ثلاث مباريات في دور المجموعات قال لك بس نادي الزمالك المركز الرابع في المجموعه وشكرا كده، التاهل حتى لو تاني هيبقى مستحيل. ورجع نادي الزمالك وصحح المسار في الكونفدراليه وقدر يبقى المركز الاول في المجموعه، قدر يصعد كاول مجموعه بعد ما نص مباريات دور المجموعات كانت بتقول ان نادي الزمالك بيقبع في المركز الاخير. لا، نادي الزمالك صعد من نفس المجموعه امام نفس الفرق كاول للمجموعه دي. ساعتها لاعبي نادي الزمالك ردوا في ارضيه الملعب على كل اللي شككوا في قدراتهم. نادي الزمالك بيواصل في البطوله دي لحد ما بيصل للمباراه النهائيه امام نهضه بركان المغربي وبيكسبوا، وبيكسب في بطوله كانت مهمه جدا في تاريخ نادي الزمالك، لان هي استعادت البطولات الافريقيه مره تانيه للنادي الزمالك بعد سنين كتير جدا. لو اتكلمنا من 2003 ل 2019 انت بتتكلم في عدد سنين كتير جدا جدا نادي الزمالك كان بعيد عن التتويجات الافريقيه. مش كده وبس، بفوز نادي الزمالك بالكونفدراليه اصبح مرشح لانه يلعب على بطوله السوبر الافريقي اللي بتجمع ما بين بطل الكونفدراليه وبطل دوري الابطال. بطل دوري الابطال وقتها كان الترجي، قوه واسامي ولاعيبه كبيره، انيس البدري بقى وعبد الرؤوف بن غيس ومحمد بن رمضان، لعيبه كتير جدا. نادي الزمالك داخل المباراه دي الناس كلها بتقول لك هيبقى، لو تفتكروا يعني، قال لك هيبقى فبراير الاسود على نادي الزمالك من صعوبه المباريات، اصبح فبراير الابيض بانجازات نادي الزمالك في هذا الشهر، شهر فبراير 2020. كلنا فاكرين نادي الزمالك دخل مباراه الترجي دي والناس كلها مش مرشحه نادي الزمالك، فرقه الترجي واخده دوري الابطال وهتلعب كاس عالم للانديه والموضوع معاها يعني الفرقه قويه جدا. نادي الزمالك بيخش مباراه السوبر بيكسب 3-1، كلنا فاكرين الملحمه اللي عملها لاعبي نادي الزمالك 3-1، وبتكرر خلي بالك الفوز ده بنفس النتيجه على الترجي في نفس الشهر ولكن في مباريات دوري الابطال، وبتقدر تصعد على حساب الترجي بمجموع المباراتين لما كسبت 3-1 وخسرت هناك 1-0. كل دي مؤشرات تقول لك لا، انت في الظروف الصعبه قوي دي ممكن تعدي اي حاجه. خلي بالك انت خدت السوبر الافريقي وبعدها باسبوع بتلاعب النادي الاهلي في السوبر المصري، والناس كلها برضه ما كانتش مرشحه نادي الزمالك. نادي الزمالك يقدر في اقل من 7 ايام يحصد بطوله ثانيه ويدخلها خزائن نادي الزمالك، بطوله السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي النادي الاهلي. برضه كانت مباراه ملحميه بالنسبه للاعبي نادي الزمالك. صحيح طبعا انتهت بركلات الجزاء، ولكن كان على الورق الناس كلها تقول لك لا يا عم الماتش ده احنا مستنيين، انت السوبر الافريقي حاجه والسوبر المصري حاجه تانية، يعني دي بطوله قاريه ودي بطوله محليه. فصعوبات كتير جدا هتلاقي نادي الزمالك بيواجه فيها ازمات، بيواجه فيها منافس قوي، بيواجه فيها اسامي كبيره، ولكن عقيده الفوز عند لاعبي نادي الزمالك، الروح اللي بيستحضرها لاعبي نادي الزمالك في المباريات الصعبه دي وفي الاوقات الصعبه دي بتخليه
يتخطى أي حاجة ممكن الناس تكون شايفاها مستحيلة. موسم زي الموسم قبل اللي فات نادي الزمالك كان موقوف القيد، الناس كلها قالت للمستشار مرتضى منصور فين، طب هنعمل ايه، طب ما فيش حل لموضوع الصفقات، موضوع القيد ده يتحل وندخل صفقات، قال لك لا هو اللي موجود هنلعب بيه. صعدنا لعيبة، عملنا فريق الأمل، فريق الأمل أفرز لاعبين يعني كانوا عندهم جودة كبيرة جدا، قدروا يشيلوا نادي الزمالك، كان نص قوام الفريق من لعيبة الشباب في الموسم قبل الماضي، وانت قدرت تاخد الدوري من غير ولا صفقة، فده كان تحدي كبير جدا، محدش عاقل يتخيل ان فريق ما أبرمش ولا صفقة ياخد الدوري، لا انت قدرت تاخد الدوري، فدي ظروف صعبة مر بها نادي الزمالك. فان شاء الله بإذن الله احنا بنقول دي كرسالة تحفيزية ان مفيش حاجة اسمها مستحيل في كرة القدم.